أعطيكي هالمجلة تتسلي؟ متوترة شوي. استني لحظة، تفضلي مدام فاطمة. فوتي بنتي، فوتي معا لجوا، لا تخافي ناطرتك هون. اهلا وسهلا فاطمة. اهلا فيكي، تفضلي اقعدي هون. بالبداية حابة أقول لك يلي رح تحكيه بالعيادة هون رح يضل سر بيناتنا نحن الاثنين. أنا ما رح أسألك ليش أنتي حابة تتعالجي، حالياً بدي أتعرف عليكي وأسمع قصتك بس لو ممكن. يلا فيكي تعرفيني عن حالك؟ أنا اسمي فاطمة وعمري 21 سنة. متزوجة ما؟ كل يوم قبل ما انام بتذكر هديك الليلة اللي صار معي فيها الحادث، ولما بفتح عيون الصبح كمان بتذكرها. احيانا حتى بمنامي بشوفه. وبحس حالي بدي اهرب وبدي اصرخ ما عم يطلع صوتي. أحيانا بضل فايقة مشان ما أشوف كوابيس وما عم نام، عم ضل فكر ليطلع الصبح. طيب عم تستعملي أدوية مشان النوم؟ أنا ما بدي أعيش بهي الحالة طول عمري يا دكتورة. أنا مستحيل أحزن أرجع مثل ما كنت بالأول، هذا إحساسي وكتير عم بضايقني هالشعور. انحكم علي أتعايش مع هالوضع، لهيك أنا بشفق على حالي كتير. بس أنا عم حاول أوقف على رجلي، عم حاول أرجع أوقف بس ماني حاسة رجلي عم تحملني. أنا بتظاهر إني قوي وماني متأسرة
وما همني أي شيء. وبحب الحياة، بس ماني هيك أبدا. أنا تعبانة. وفاقدة الأمل كمان. وماني قوية. صدقيني أنا كتير تعبانة. أنا كتير آسفة دكتورة. خدي راحتك، نحن لحالنا. احكي لي عن خطيبك، طبعا إذا كنتي حابة تحكي عنه. معناته بتحكي المرة الجاي لما بتكوني حابة. لما بحكي عنه بحس حالي بدي اقتنع، لأنه اكتشفت إنه ما بيفرق عنهم. لأنه أول واحد تخلى عني وهرب.